بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بجزيل الشكر لمن لبى دعوة اليوم خلال الملتقى الاستدامة الاقتصادي الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة الشارقة. ما في شك أن هذا الملتقى بالنسبة لنا في القيادة العامة للشرق الشارقة هو طبعا لقاء مهم، نلتقي به رجال أعمال، نسمع لتحدياتهم، نسمع للصعاب التي يتعرضون في أعمالهم التجارية حتى نبني عليها مشاريع تساهم في حل تسهيل أعمالهم في إمارة الشارقة. واتمنى ان شاء الله كافه الملاحظات التي تم عرضها اليوم نجعلها في خط عمل الامنيه، ونعمل كفريق واحد للارتقاء بالعمل الامني والتجاري والاقتصادي في اماره الشارقه.